بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 200 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 28 بعد 200 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول الإمام: اعلم أنه تعالى ذكر في هذا الموضع أحكاما كثيرة للطلاق، فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة. يقول: اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق عليها. اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق عليها، وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة. فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي مطلقة بحسب اللغة، لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع، والعدة غير واجبة عليها بالإجماع. وأما المنكوحة فهي إما أن تكون مدخولا بها أو لا تكون، فإن لم تكن مدخولا بها لم تجب العدة عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إن كانت مدخولا بها فهي إما أن تكون حائلا أو حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لا بالأقراء. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما إن كانت حائلة فإما أن يكون الحيض ممكنا في حقها أو لا يكون، فإن امتنع الحيض في حقها إما للصغر المفرط أو للكبر المفرط كانت عدتها بالأشهر لا بالأقراء. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأما إذا كان الحيض في حقها ممكنا فإما أن تكون رقيقة وإما أن تكون حرة، فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا ب3. وأما إذا كانت المرأة منكوحة وكانت مطلقة بعد الدخول وكانت حائلا وكانت من ذوات الحيض وكانت حرة، فعند اجتماع هذه الصفات 5 كانت عدتها بالأقراء 3 على ما بين الله تعالى حكمها في هذه الآية. وفي الآية سؤالات: السؤال الأول: العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر، من حيث إنه جرت العادة بإطلاق لفظ الكل على الغالب. يقال في الثوب إنه أسود إذا كان الغالب عليه السواد أو حصل فيه بياض قليل، فأما إذا كان الغالب عليه البياض وكان السواد قليلا كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذبا. فثبت أن الشرط في كون العام مخصوصا أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر، وهذه الآية ليست كذلك، فإنكم أخرجتم من عمومها 5 أقسام وتركتم قسما واحدا، فإطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله تعالى. والجواب: أما الأجنبية فخارجة عن اللفظ، فإن الأجنبية لا يقال فيها إنها مطلقة،
وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها، لأن المقصود من العدة براءة الرحم، والحاجة إلى البراءة لا تحصل إلا عند سبق الشغل. وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ، لأن إيجاب الاعتداد بالأقراء إنما يكون حيث تحصل الأقراء، وهذان القسمان لم تحصل الأقراء في حقهما. وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر، فثبت أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم. السؤال الثاني قوله يتربصن، لا شك أنه خبر والمراد منه الأمر، فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر؟ قوله تعالى يتربصن والمطلقات يتربصن، هنا يتربصن هذه الجملة في موضع رفع على أنها خبر للمبتدأ، والمراد منها الأمر، أي أن الخبر هنا جاء بمعنى الأمر، فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبر؟ والجواب من وجهين: الأول أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار، أي لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت المطلقة في العدة بالقصد أو الاختيار، وعلى هذا بالقصد والاختيار، وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة، الحديث هنا عن العدة بشكل عام، فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب ألا يكون ذلك كافيا في المقصود، لأنها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف. أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم، وعرف أنها مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود، سواء علمت المرأة بذلك أو لم تعلم، وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغصب. الثاني، أي الوجه الثاني في الإجابة عن هذا السؤال، قال صاحب الكشاف: التعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر إشعارا بأنه مما يجب أن يتعلق بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. ومثل هذه الآية قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ونظيره قولهم في الدعاء: رحمك الله، هذا خبر قصد به الدعاء، والدعاء من الإنشاء، أن هذا الخبر بمعنى الإنشاء، تقول رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة، فكأنها وجدت، أو كأن الرحمة وجدت فأنت تخبر عنها موجودة. السؤال الثالث: لو قال يتربص المطلقات لكان ذلك جملة من فعل وفاعل، فما الحكمة في ترك ذلك وجعل المطلقات مبتدأ ثم قوله بعد ذلك يتربصن بإسناد الفعل إلى الفاعل، وبعد ذلك جعل هذه الجملة خبرا عن ذلك المبتدأ، ما الحكمة في ذلك؟ يقول الإمام: والجواب، قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز: إنك إذا قدمت الاسم فقلت زيد فعل، فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك فعل زيد، وذلك لأن قولك زيد فعل يستعمل في أمرين: أحدهما أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل، كقولك أنا أكتب في المهم الفلاني إلى السلطان، والمراد دعوى الإنسان لانفراد، أي أن هذه الصيغة تدل على تخصيص الفاعل بذلك الفعل ونفيه عن غيره. والثاني ألا يكون المقصود ذلك، بل المقصود أن تقديم ذكر المحدث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل، كقولهم هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر، بل أن يحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل دأبه. ومثله قوله تعالى:
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ليس المراد تخصيص المخلوقية. ومثله قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ومثله قول الشاعر هما يلبسان المجد أحسن لبسة شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما. يقول والسبب في حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت عبد الله فقد أشعرت بأنك تريد الإخبار عنه، فيحصل في العقل شوق إلى معرفة ذلك، فإذا ذكرت ذلك الخبر قبله العقل قبول العاشق لمعشوقه، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة وللتوضيح أقول قوله تعالى والمطلقات يتربصن يفيد من القوة وإثبات الفعل للفاعل ما لا يفيده قوله يتربص المطلقات، لأن الصيغة المذكورة في الآية الكريمة تتضمن إسناد الفعل إلى المسند إليه مرتين، الأولى إسناده إلى الفاعل في الجملة الفعلية يتربصن، لأنها تتألف من فعل وفاعل، والفعل مسند والفاعل مسند إليه، والإسناد الثاني إسناد هذه الجملة إلى المبتدأ وهو المطلقات، لأن محلها الرفع على أنها خبر للمبتدأ، فهنا أسند الفعل إلى المسند إليه مرتين. السؤال الرابع هل قيل يتربصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهر، وما الفائدة في ذكر الأنفس؟ والجواب في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث عليه، لأن فيه ما يستنكفن منه، في التربص ما يستنكفن منه، فهذه الصيغة تحملهن على أن يتربصن، وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأراد منهن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. قلت وهذه الفائدة ذكرها الزمخشري رحمه الله. السؤال الخامس لفظ أنفس جمع قلة مع أنهن نفوس كثيرة، والقروء جمع كثرة، فلما ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة؟ والجواب أنهم يتسعون في ذلك، فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في معنى الجمعية، أو لعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء. السؤال السادس لما لم يقل ثلاث قروء كما يقال ثلاث حيضات أو ثلاث حيض؟ والجواب لأنه اتبع تذكير اللفظ، ولفظ القروء مذكر، القرء مذكر، والحيضة مؤنثة لفظة، والعدد يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة، لذا قلنا ثلاثة قروء وثلاث حيضات أو ثلاث حيض. فهذا ما يتعلق بالسؤال في هذه الآية، وبقي من الكلام في هذه الآية مسألة واحدة في حقيقة القروء. يقول الإمام بقي من الكلام في هذه الآية مسألة واحدة تتعلق بحقيقة القروء، فنقول القروء جمع قرء وقرء بضم القاف وفتحها، ولا خلاف أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر. قال أبو عبيدة الأقراء من الأضداد في كلام العرب، والمشهور أنه حقيقة فيهما، كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعا، وقال آخرون إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، ومنهم من عكس الأمر، وقال قائلون إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر. والقائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال، فالأول أن القرء هو الاجتماع، ثم في وقت الحيض يجتمع الدم في الرحم
وفي وقت الطهر يجتمع الدم في البدن، وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي. والقول الثاني وهو قول أبي عبيد أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة. والقول الثالث وهو قول أبي عمرو بن العلاء أن القرأ هو الوقت، يقال أقرأت النجوم إذا طلعت وأقرأت إذا أفلت، ويقال هذا قارئ الرياح، يقال هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها. وأنشدوا للهذلي إذا هبت لقارئها الرياح، إذا هبت لقارئها الرياح. وهذا عجز بيت لمالك بن خالد الهذلي يقول كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، أي إذا هبت الرياح لوقتها في فصل الشتاء. وإذا ثبت أن القرأ هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر، لأن لكل واحد منهما وقتا معينا. واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء، والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت بثلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء، كأن تعتد بحيضتين بينهما طهر أو بطهرين بينهما حيضة، الظاهر يقتضي أن تخرج عن عهدة التكليف، إلا أن العلماء أجمعوا على أنه لا يكفي ذلك، بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين، أي من الحيض أو من الطهر كما سنرى. إذن ذكر الإمام في معنى القرء أربعة أقوال: الأول أنه من الأضداد وأنه حقيقة في الحيض والطهر، الثاني أنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، الثالث عكس الثاني أنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، والرابع أنه يقع على معنى مشترك بين الحيض والطهر، وهو إما الاجتماع وإما الانتقال وإما الوقت. والإمام استبعد القول الرابع لأنه يلزم منه أن تكون العدة حيضتين اثنتين وطهرا واحدة، أو طهرين اثنين وحيضة واحدة، وهذا مخالف لإجماع الفقهاء، حيث أجمعوا على أن المرأة يجب أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين، إما من الحيض أو من الطهر، واختلفوا فيه. فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار، روي ذلك عن ابن عمر وعن زيد وعائشة رضي الله عنهم، وعن الفقهاء السبعة ومالك وربيعة وأحمد رضي الله عنهم في رواية، وقال علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم هي الحيض، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق رحمهم الله. يقول الإمام وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر، وعندهم أي عند الحنفية أطول، حتى لو طلقها في حال الطهر بحسب وهذا عند الشافعية يحسب بقية الطهر قرأة، وإن حاضت عقيبه في الحال، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، هذا عند الشافعي. وعند أبي حنيفة رحمه الله ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق في حال الطهر، ومن الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيض، لا يحكم بانقضاء عدتها. ثم قال أبو حنيفة إذا طهرت لأكثر الحيض، وهو عنده 10 أيام، تنقضي عدتها قبل الغسل، وإن طهرت لأقل الحيض وهو عنده 3 أيام لم تنقضي عدتها حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء أو حتى يمضي عليها وقت صلاة. حجة الشافعي من وجوه: الحجة الأولى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ومعناه في وقت عدتهن، لكن الطلاق في زمان الحيض منهي عنه، فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض. أجاب صاحب الكشاف عنه فقال قوله فطلقوهن لعدتهن بمعنى مستقبلات لعدتهن، كما يقول لثلاث بقين من الشهر، يريد مستقبلا لثلاث. وأقول، والقائل هنا الإمام يرد على
الزمخشري، هذا الكلام يقوي استدلال الشافعي رضي الله عنه، لأن قول القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع في الثلاث عقيبة. فكذا ها هنا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبة. ولما كان الأمر حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من العدة، وذلك هو المطلوب. الحجة الثانية ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هل تدرون الأقراء؟ الأقراء الأطهار. ثم قال الشافعي رضي الله عنه والنساء بهذا أعلم، لأن هذا إنما يبتلى به النساء. الحجة الثالثة القرء عبارة عن الجمع، يقال ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما جمعت في رحمها ولدا قط. ومنه قول عمرو بن كلثوم هجان اللون لم تقرأ جنينا، يقول ذراعي حرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا. وقال الأخفش يقال ما قرأت حيضة، أي ما ضمت رحمها على حيضة. وسمي الحوض مقرأة لأنه يجتمع فيه الماء، وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب. وسمي القرآن قرآنا لاجتماع حروفه وكلماته ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه. وقرأ القارئ أي جمع الحروف بعضها إلى بعض. إذا ثبت هذا فنقول وقت اجتماع الدم إنما هو زمان الطهر، لأن الدم يجتمع في ذلك الزمان في البدن. فإن قيل لما لا يجوز أن يقال بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم، لأن الدم يجتمع في هذا الزمان في الرحم، قلنا الدماء لا تجتمع في الرحم البتة، بل تنفصل قطرة قطرة. أما وقت الطهر فالكل مجتمع في البدن، فكان معنى الاجتماع في وقت الطهر أتم. وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل على الاجتماع، فأكثر أحوال الرحم اجتماعا واشتمالا على الدم آخر الطهر، إذ لو لم تمتلئ بذلك الفائض لما سالت إلى الخارج، فمن أول الطهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره، والآخر هو حال كمال الاجتماع، فكان آخر الطهر هو القرء في الحقيقة، أو هو القرء في الحقيقة، يجوز الوجهان، وهذا كلام بين. الحجة الرابعة للشافعية أن الأصل ألا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق الحبس والمنع من التصرفات، تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه، وهو أقل ما يسمى بالأقراء الثلاثة وهي الأطهار، لأن الاعتداد بالأطهار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض. فلما كان كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية، وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع. الحجة الخامسة أن ظاهر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر هذه الآية يقتضي أنها إذا اعتدت بثلاثة أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة، وكل واحد من الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم، فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأيهما كان على سبيل التخيير. إلا أن بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض، فعلى هذا تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة أو بالمدة الزائدة، وإذا كان كذلك كانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل، كانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل، وكل ما كان كذلك لم يكن واجبا. فإذا الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الأطهار غير واجب، وذلك يقتضي ألا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجبا، وهو المطلوب.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: الأول أن الأقراء في اللغة وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض، إلا أن في الشرع غلب استعمالها في الحيض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دعي الصلاة أيام أقرائك. وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة في القرآن إلى الحيض أو لا. الحجة الثانية أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها. القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها، لأن هذا القائل يقول: إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض، وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالثة. ومن قال إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرآن وبعض الثالث، لأن عنده إذا طلقها في آخر الطهر تعتد بذلك قرآن. فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر، كان القول الأول أليق بالظاهر. أجاب الشافعي رضي الله عنه عن هذه الحجة بأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. قال: والأشهر جمع وأقله ثلاثة، ثم إنا حملنا الآية على شهرين وبعض الثالث، وذلك هو شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة. فكذا هاهنا جاز أن تحمل هذه الثلاثة على طهرين وبعض طهر. أجاب الجبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب من وجهين: الأول أن تركنا الظاهر في تلك الآية، أي في آية الحج، لدليل، فلم يلزمنا أن نترك الظاهر هاهنا من غير دليل. والثاني أن في العدة تربصا متصلا، فلا بد من استيفاء الثلاثة، وليس كذلك أشهر الحج لأنه ليس فيها فعل متصل، فكأنه قيل: هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل الاستغراق. وأجاب المتأخرون من أصحابنا، أي من الشافعية، عن هذه الحجة من وجهين: الأول كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة، فحمله على الحيض يوجب الزيادة، لأنه إذا طلقها في أثناء الطهر كان ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة، فتحصل الزيادة عند من قال بأن القرآء هو الحيض. وعذرهم عنه أن هذه لا بد من تحملها لأجل الضرورة، لأنه لو جاز الطلاق في الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة. وإذا اختص الطلاق بالظاهر صارت تلك الزيادة، أو عفوا، وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة للضرورة. فنحن الشافعية أيضا نقول: لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار والله تعالى أمرنا بالطلاق في الطهر، صار تقدير الآية: يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار طهر الطلاق فيها. والوجه الثاني في الجواب أن بينا أن القرء اسم للاجتماع، وكمال الاجتماع إنما يحصل في آخر الطهر قرءا تاما، وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النقصان في شيء من القرء. الحجة الثالثة للحنفية أنه تعالى نقل إلى الشهور عند عدم الحيض، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار. وأيضا لما كانت الأشهر شرعت بدلا عن الأقراء، والبدل يعتبر بتمامه، فإن الأشهر لا بد من إتمامها، فوجب أيضا أن يكون الكمال معتبرا في المبدل وهو الأقراء، فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة هي الحيض. أما الأطهار فالواجب فيها قرآن وبعض الثالث. الحجة الرابعة لهم قوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان،
وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض. الحجة الخامسة، أجمعنا على أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيضة، فكذا العدة تكون بالحيضة، لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد. الحجة السادسة لهم أن الغرض الأصلي في العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون الطهر، فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر. الحجة السابعة لهم أن القول بأن القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب الحرمة، لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة، فإن جعلنا القرء هو الحيض فحينئذ يحرم للغير التزوج بها، وإن جعلنا القرء طهرا فحينئذ يحل للغير التزوج بها. وجانب التحريم أولى بالرعاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال. ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة، ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط، فكان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا جملة الوجوه في هذا الباب. يقول الإمام: واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات، ويكون حكم الله تعالى في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه. ونقف عند تفسير قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الجملة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.